بالوالدين إحسانا. لازم كلنا نفتكر الجملة دي، لأن الرحمة بالوالدين ورعايتهم في الكبر من أهم علامات الرحمة والإنسانية في القلوب. ومن وقت للتاني بنشوف شباب يفرح القلب، بيحاول بأي شكل يسعد أبوه وأمه وبيرعيهم، خصوصا لو مرضى. والنوع ده من الشباب لازم كلنا نشاور عليه عشان يكون قدوة لغيره من الشباب. مهم جدا إننا نربي ولادنا على الرحمة، عشان ده زرع حياتنا اللي هنحصد ثماره لما نكبر. تعالوا نبدأ من مصر. الصدمة. بابا ده أحمد. أحمد مين يا ابني؟ بر الوالدين ورعايتهم من أهم ومن أجمل مظاهر الرحمة والإنسانية، خصوصا طبعا لو كانوا كبار في السن، وخصوصا كمان لو كان عندهم زهايمر، يعني مش فاكرين أي حاجة ومش فاكرين أي حد. لو قابلت شاب ولقيته بيحاول بقدر المستطاع إنه يفرح قلب أبوه، هتحاول أنت كمان تفرح قلب أبوه ولا مش بالضرورة؟ أحمد تلميذي. أنا آسف، معلش، ممكن معلش، أنا والدي عنده زهايمر، أنا صاحب المحل اللي هناك ده. واللي قاعد ده والدي عنده الزهايمر، والدكتور قال مش فاكر أي حاجة وتعبان وأيامه في الدنيا معدودة يعني. أستأذنك لو تقعد معاه دقيقتين، أنت عارف إحنا داخلين على يوم مفترجة ومحدش بيسأل عنه خالص. والله يا أي حاجة جدا. مش هاخد من وقتك أكتر من دقيقة. محدش بيسأل فيه خالص. مش فاضي والله. ده عمل إنساني. هو نفسي اشوف اي حد، حتى لو من زمايله من قرايبنا. هو مستنينا. معلش مش فاضي، مش حديث صحفي. معاك ربنا. هي دي صدمه. فاستاذن حضرتك لو ينفع تقعد معاك واسيب كلمتين تكلمنا في اي حاجه. اهو قاعد. انا عايز اساعده باي طريقه، لو مش هاخد وقتك اكتر من دقيقه لو ينفع. هي دي الرحمه. لا اتكلم معايا. معلش انا اسف. الانسانيه افعال مش كلام. عامل ايه يا ابويا؟ اخبارك ايه؟ انت فاكرني ولا ايه؟ حسين. حسين يا بابا. فاكرني يا بابا. انت مين؟ حسين. حسين. اتفضل اقعد. اتفضل اقعد حسين. اتفضل. ازيك يا حاج محسن؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ مين حضرتك؟ ايمن. ايمن مين؟ جاي اتعرف عليك. محمود مين؟ كان معاك من ايام الدراسه. ايام الدراسه؟ اه. طب فكرني بيه. انا دكتور محمد، كنت معاك في الجامعه.